المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه بموقع تويتر، أعلن عن بدء ألمانيا رسميا في تحقيقات سحب تنظيم كأس العالم من قطر. وأضاف الهيل أن ألمانيا بدأت خلال الأسبوع الماضي خطوات إجرائية للكشف عن ملابسات اختيارها لاستضافة كأس العالم 2006، وبدا طوارت القطري محمد بن همام في تلقي رشاوى للتصويت لألمانيا، لافتا إلى أن النظام القطري لعب دورا كبيرا في إفساد التصويت لمونديال كأس 2006 في ألمانيا، وهو ما مهد لوجود فساد في تصويت كأس العالم 2010 قبل أن يمنح مونديال 2022 لقطر.